النهارده كمان يعني طول الوقت احنا عارفين انه فيروس كورونا مش يعني بيحيط العالم كله، واخباره منتشره طول الوقت، الناس بتتابع اجراءات احترازيه كلنا لابد ان احنا نتمسك بيها طول الوقت. اليوم خلال اجتماع الحكومه شدد رئيس الوزراء على انه لا دخول للمنشات الحكوميه غير الملقحين، يعني الناس اللي واخده لقاح هم دول اللي مسموح بيهم دخول المؤسسات الحكومية، وده ليه؟ لمصلحة الناس، ولأن احنا عايزين نأمن أكبر عدد من الناس وتفضل كمان المؤسسات تعمل بكفاءة مختلفة طول الوقت. وأكد أن الدولة قررت كمان وفرت كل أنواع اللقاحات، فما فيش مشكلة أن الناس تروح ويعني وتأخذ اللقاح ويبقى اللقاح متاح معانا طول الوقت. خلينا كده نروح في مداخلة مع دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ونعرف منه مزيد من التفاصيل. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير استاذ شفقي، تحياتي لحضرتك فهم ولمشاهدي حضرتك الكرام. يعني عايزين نتكلم على يعني هذا التحديد، ويمكن اتكلمنا فيه قبل كده يمكن من فتره بانه يعني سيد رئيس الوزراء قال لن يسمح لاي احد غير حاصل على لقاح بانه يدخل المؤسسات الحكوميه، فكلمنا عن يعني هذا التصريح اليوم. أستاذ شفقي، خلينا نرجع بالذاكرة إلى البدايات الأولى للانتشار الوبائي للكورونا. تمام. هي في البدايات الأولى لم نكن نملك لا من المعلومات ولا من الآليات التي تجعلنا نقول بوضوح كيف نتمكن من تقليل معدلات الانتشار، كيف نتمكن من تقليل معدلات دخول المستشفيات، كيف نتمكن من تقليل معدلات الوفيات. النهاردة إحنا بوضوح وبصراحة نملك أجوبة واضحة. اللقاح، من لم يتلقح أرجوك اذهب وتلقى اللقاح، من تلقى جرعة واحدة وتكاسل عن تلقي الجرعة الثانية اذهب فقد مكنتك وزارة الصحة من الحصول على الجرعة الثانية، من حصل على جرعتين ومضى عليه 6 أشهر اذهب وتلقي الجرعة المعززة، المرحلة العمرية من 12 ل 18 سنة شجعوا واحرصوا على أن يأخذ أولادكم اللقاح. فالحقيقة عندنا إجابة، وفي إجابة تانية بتقول التزموا بالإجراءات الاحترازية، التزموا بالكمامات المعتمدة، التزموا بالتباعد الاجتماعي، التزموا بعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية، التزموا بعدم التباعد. فالحكومة والدولة بتوجيه مباشر من السيد الرئيس وفرت جميع أنواع اللقاحات. تمام. ويسرت للناس الحصول على اللقاح، فلم يبقى إلا أن احنا ننفذ، نجاوب بقى، لم يبقى إلا يعني التنفيذ. نجاوب. طيب يعني أنا على بالتالي برضو يعني أحب في وجود حضرتك أحب أعرف، هل يعني عدد الناس اللي حصلت على اللقاح هو بالعدد المطمئن والكافي، ولا مازال برضو إحنا بحاجة لأن الناس تستجيب أكثر وأكثر؟ لا، الحقيقة لن نصل إلى العدد المطمئن والكافي حتى نصل إلى 100% من الفئات المستهدفة. إحنا ما زلنا في 40% من الفئات المستهدفة. عندنا ما زال هناك 30% ما زالوا لم يأخذوا اللقاح بسبب إن هم ما راحوش، مش بسبب إن اللقاح مش موجود، اللي هو مش عدم بسبب التزام. إن مفيش كل الأنواع. يعني الدولة وفرت زي ما حضرتك قلت اللقاحات، المراكز اللي موجودة بقت أكثر بكثير، ومراكز كمان موجودة ومتوفرة طول الوقت، وفي بقت مراكز كمان موجودة في أماكن كتير، يعني مش بس في الأماكن الرسمية، ولكن بنسمع عن نوادي، بنسمع عن مراكز، بنسمع حتى عن سيارات في الشوارع موجودة ومتاحة للخدمة. يعني فرق متنقلة تتحرك للناس، في المترو في مراكز لتلقي اللقاح، في المولات في مراكز لتلقي اللقاح، في الجمعيات العموميه للانديه في مراكز لتلقي اللقاح، في الاحتفالات بالاعياد والمناسبات في مراكز لتلقي اللقاح، في المؤتمرات، في الندوات. الحقيقه يعني إن لم يبقى الا ان احنا نطرق على الناس الابواب في بيوتهم ونقول لهم تلقحوا يعني. طيب عايز اسال حضرتك عن الجرعه التعزيزيه، البوستر زي ما بنقول، وان في ناس حريصه وبتسال وبتروح، وفي ناس من نفسها كمان بقت تروح، وفي ناس ما بقتش تستنى الرساله، هل الناس تستنى الرساله ولا الناس تروح؟ لا، هي الناس تستنى الرساله بس، لانه الرساله هي الفاصل الدقيق ما بين ال6 شهور من عدمه. تمام. فجات لك الرساله ده معناه انت فعلا مضى تستحق. عليك 6 شهور. يعني جات الرساله فانت تستحق. بالضبط.
طيب في احيانا بعض الناس مثلا بتجيلهم الرساله وما يبقاش قادر الوقت، فبيسمع احيانا من الاب اللي موجود انه انت قدامك يعني 48 ساعه وبعدين تسقط الرساله، هل بيقدر يجددها بعد كده بالتسجيل مره ثانيه؟ لا هو هو قدامه 3 ايام. ثلاثه ايام. 3 ايام. طيب عايزين برضو نعرف بالنسبة لهذه اللقاحات اللي موجودة في مصر، طمئنا برضو على طريقة التخزين ووجودها وعددها وحفظها. يعني اللقاحات أغلبها تخزن في درجة حرارة ماينس 8 اللي هي درجة حرارة الثلاجات العادية. ما يحتاج إلى درجة حرارة مرتفعة، الحمد لله درجة حرارة منخفضة بشدة اللي هي ماينس 80، فالحمد لله الدولة المصرية وفرت الأماكن التخزين المناسبة. إحنا يمكن بالإضافة إلى ذلك، يعني بالإضافة إلى ما هو موجود حاليا، كان في توقيع اتفاقية منذ بالأمس مع الجانب الصيني لإنشاء أكبر مجمع تخزين لوجستي للتبريد في فاكسيرا. الحقيقة الدولة وزي ما حضرتك شايفه هناك متابعه مباشره من السيد رئيس الجمهوريه. النهارده كان مع 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 السيد مستشار سيادته في اجتماع لمتابعه الوضع الوبائي، وفي توجيهات صدرت من سيادته بعد الاجتماع على طول. يعني هناك متابعه مباشره، هناك لجنه عليا برئاسه دوله رئيس مجلس الوزراء تضم الوزراء المعنيين، هناك لجنه طبيه السيد القائم بعمل وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار يتابع بشكل لحظي الوضع الوبائي، معدلات التلقيح، الاجراءات الاحترازيه. فالحقيقه يعني لم يعد لاحد عذر الا انه هو بيضر نفسه وبيضر المجتمع. طيب خليني برضو ارجع يعني ااكد واطمن من حضرتك على مستشفيات العزل، توفر الاسره، المراكز اللي الناس ممكن تلجا يعني حتى هو الحمد مثلا لله انه على الرغم من ثبات معدلات الدخول المستشفيات مع ارتفاع الاعداد، إلا أن الدولة موفرة مستشفيات بكاملها للعزل، سواء كانت تتبع وزارة الصحة والسكان أو تتبع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والمستشفيات الجامعية، وبالإضافة إلى أقسام داخل المستشفيات سواء حكومية تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية للعزل. الحقيقة عندنا من الأسرة ومن الأدوية ومن ونتعاقد مع الأدوية الجديدة، وعندنا مخزون كافي من الأدوية، الأكسجين الحمد لله في مخزون ولم نشهد اي نوع من انواع النقص الخاص به، الواقيات. يعني الحمد لله هناك مبالغ بيتم تخصيصها كتعزيز اضافي لتوفير الواقيات والمستلزمات والادويه واللقاحات. عموما نتمنى في النهاية دكتور حسام عبد الغفار أن يلتزم المواطنين، يعني المواطنين عليهم أنهم يلتزم لأن ده من أجل الصحة، وأن يكون فعلا في إقبال أكثر وأكثر على تلقي اللقاح، لأن هو ده هو الحاجة الوحيدة الآمنة حتى الآن. يعني فنتمنى ذلك، أن الناس هتسمع الكلام اللي حضرتك قلته، وإحنا طول الوقت في التاسعة بنحاول نقول أنه الإجراءات الاحترازية دي بتأمننا جميعا. دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، بشكر حضرتك شكرا جزيلا.